سلط سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان رئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الضوء على دور البحرين كمركز رائد للخدمات والتكنولوجيا المالية، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2023. ويشهد المهرجان مشاركة 500 عارض من 134 دولة حول العالم، إذ تميز بجدول أعمال حافل تضمن جناحا لمملكة البحرين وشمل العديد من الجلسات النقاشية ولقاءات الأعمال الاستراتيجية. هذا واطلع المشاركون في المهرجان على ما تحظى به المملكة من مزايا تنافسية للمستثمرين في قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية. واحتضن جناح البحرين ممثلي قطاع الخدمات المالية في المملكة الذين تواصلوا مع الخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا المالية لمناقشة الموضوعات المرتبطة بتطوير الخدمات المالية وتسليط الضوء على الفرص التي تتيحها البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في البحرين. طبعا احنا نحرص ان نحضر المؤتمرات والمعارض العالمية، احنا كبنفيت وبنك المركزي ومجلس التنمية، بحيث نستطيع ان نرى تجارب الاخرين وتعرف على الشركات الموجودة في كل ما هو جديد في موضوع الفنتك. وهذه الزيارة يعني فنتك فيستيفال هو معرض ومؤتمر سنوي هام جدا في منطقة الفاريست، نحاول نحضر ونتبادل التجارب معهم. طبعا كل ما هو جديد، احنا في البحرين مرتبطين مع اي الدول المتقدمه في موضوع البيمنتس، والبحرين اعتقد حطت نفسها على الخارطه العالميه when it comes to the payments infrastructure. بالتالي سنغافورة منطقه يعني او بلد مهم، وبالذات لما يعرضون المعرض السنوي هذه او المؤتمر، بحيث نشوف شنو اخر التطورات في هذا المجال ونحاول نعكسها على منطقه الخليج او بالبحرين بالذات. طبعا هالسنه احنا نشارك في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا الماليه، اللي هو يعتبر من اكبر المهرجانات ويعتبر من اكبر المحافل الدوليه في التكنولوجيا الماليه، واللي يعقد سنويا. مشاركتنا احنا هالسنه طبعا للاطلاع على التجارب العالميه، بحكم وجود طبعا كثير من الشركات والبنوك والمؤسسات الماليه المتخصصه في مجال التكنولوجيا الماليه. احنا هالسنه طبعا مشاركتنا راح تكون من أجل نشوف آخر التطورات اللي في هالمجال، وفي نفس الوقت نطلع على تجارب الآخرين، نطلع على تجاربهم في حل بعض المشاكل المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، وكيف هم يعني حلوا هذه المشاكل وكيف أوجدوا الحلول التقنية والحلول التشريعية في مجال التكنولوجيا المالية. مؤتمر سنغافورة للتقنيات المالية من أهم المؤتمرات في العالم في هالمجال، واحنا شاركنا كبنك في نسخ سابقه من هاي المؤتمر، وشفنا انه هو مؤتمر متميز ويطرح مواضيع جدا مهمه في هذا المجال. واحنا كبنك اي بي سي عندنا مختبر للابتكار والرقمنه، وكذلك عندنا اطار تنظيمي لاداره الابتكار في المجموعه. ومن احدى المبادرات في هذا الاطار هو establishing partnerships او شراكات مع جهات مختلفة كالبنوك المركزية، كشركات الفنتك أو شركات التقنية. فالمؤتمر يتيح لنا المجال في فترة قصيرة جدا أن نجتمع مع كثير من الشركاء الحاليين، وأيضا أن نبحث عن شركاء جدد